سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وكاع لاباس. بون اليوم جات لكم افيك اون ريسيت، هي تحليه سهله وخفيفه لسهره رمضان. بون واش راح نحتاجوا فيها؟ راح نحتاجوا 4 فلون كاراميل، نحتاجوا نص كاس حليب، نسحقوا كاس تاع لاشونتيي، ونسحقوا قد ما تحبوا. انا جبت دو باكي نورمالمون كفوني تاع لي لونغ دو شا. عندكم القهوه طايبه بيان سور. وبالنسبه للتزيين البنات واش راح نحتاجو؟ راح نحتاجو كراميل و الموز. بون هاد السكر باش ندير به الكراميل. دونك كي نوجد الكراميل ونبدا نخدم نكمل لكم. بون البنات، اول حاجه راح لي لونغ دو شا تاعكم راح تعمروهم، لي لونغ دو شا تاعكم تبلونجيهم في القهوه. هنا يدير فيهم ماما، انا راح ندير لا كريم. بس تشوف دير بوز. بون لي في، بعد ما خليت التحليه تاعنا تبرد، جبت خليتها مده ساعه تبرد، ومن بعد قطعت البنان على شكل دوائر، وكنت وجدت الكراميل تاعي وخليته يبرد. دونك راح نحط البنان نستفوه من فوق، ومن بعد نسقيها بالكراميل.